السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الطلاب، بناتي الطالبات، أهلا وسهلا بكم من جديد في هذا اللقاء، وهو اللقاء السابع في مقرر مصطلحات قانونية باللغة الإنجليزية. هذا المقرر يعطى لطلاب وطالبات برنامج الشريعة والقانون في كلية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. عنوان المحاضرة لهذا اليوم أو عنوان هذا اللقاء هو قانون العقود، Law of Contracts، Law of Contracts، قانون العقود. وهنا نبدأ بمخرجات هذا اللقاء، وبالتأكيد سيخرج هذا الطالب بتعريف العقد، مصطلح العقد، ما معنى كلمة عقد، ثم يسرد عناصر العقد. ما هو العقد؟ Definition of contract. Definition of contract. تعريف العقد. Contract is a legally binding written agreement between two or more parties. مرة أخرى. Contract is a legally binding. هذه legally binding لحالها هي صفة للعقد، بأنه legally قانوني و binding يعني ملزم، ملزم قانونا أو قانونيا. Written بمعنى مكتوب. Agreement تعني اتفاقية. بطبيعة الحال contract العقد هو اتفاقية. Between two or more parties، بين طرفين أو أكثر من طرفين. Two or more parties. Party هنا تعني طرف. Party. P-A-R-T-Y بصيغة المفرد. وعندما تكون جمع تكون تنتهي ب-I-E-S. عوضا عن الـ-I. الـ-Y عفوا. The promises. Promise. Promise. اللغة العادية تقول وعد. لكن في الكونتراكت أو في اللغة القانونية نقول تعهدات. Promises هي تعهدات أو التزامات. Made by the parties in the contract. Made by والتي أبرمها، ممكن الفعل هذا يناسب، ما يناسب الاسم عقد هو إبرام، إبرام عقد. Made by parties والذي أبرمته الأطراف in the contract في للدخول في هذا العقد. Define the rights هي تعرف أو تحدد. Rights، rights يعني حقوق. And obligations of the parties. Rights and obligations. العقد هو rights على طرف معين و obligations في نفس الوقت على نفس الطرف مقابل تلك الحقوق التي يحصل عليها. Contracts are binding. Binding بمعنى كما قلنا آنفا هي ملزمة، واجبة، واجب تنفيذها. In the courts واجب تنفيذها في الميدان بشكل عام، لكن بإمكان الأطراف الرجوع إلى المحاكم in the courts إذا في حال لو أحد الأطراف تنصل عنها. If one party meets its contractual obligations، لو أحد الأطراف one party meets its contractual obligation. Meets بمعنى هنا ليس يقابل وإنما يقوم ب، يلبي its contractual obligations، يقوم بالتزاماته العقدية كما هو مكتوب في العقد. التزامات obligations. And the other party doesn't، والطرف الآخر لم يقم بذلك، والفعل هنا between brackets بين قوسين breaches بمعنى ينقض، breaches the contract ينقض العقد. يعني لو أحد الأطراف قام بما عليه بموجب هذا العقد والطرف الآخر نقض هذا العقد وتنصل عن واجباته التي ينص عليها هذا العقد بين الطرفين،
في هذه الحالة the non-breaching party non-breaching breach قد قلنا ينقض non-breaching party يعني الشخص الذي لم ينقض العقد is entitled to receive relief is entitled يحق له to receive relief بأن يستلم تعويضا أو بأن يطالب بتعويض through the courts من خلال المحاكم في الغالب يحتكم إلى المحاكم لكن قبلها بإمكان الطرف أحد الطرفين أن يعوض الآخر دون اللجوء للمحاكم Who can enter into a contract? من هو الشخص الذي يحق له أن يبرم اتفاقا أو عقدا مع طرف آخر مع شخص آخر طرف طبعا قد يكون شخص قد يكون منظمة قد يكون هيئة قد يكون دولة قد يكون Who can enter into a contract? Generally speaking بشكل عام minors minor هم هو أو minors هم القصر نقول minors للقصر والقصر هو من يقل سنه القانوني أو يقل عمره عن العمر القانوني المنصوص عليه في القانون minors القصر and mentally incompetent persons الأشخاص الذين لديهم مشاكل عقلية إعاقات عقلية أو نسميه بالمختل عقليا lack the legal capacity lack the legal capacity ليس لديه legal capacity أهلية قانونية لأنه لا يعرف ما هو في صالحه وهنا القانون لا يعطي هذه الأهلية to enter into contracts بأن يدخل في عقد أو بأن يبرم عقدا وبالتالي لو أبرم عقد ليس له أي صفة قانونية وليس هو ملزم بما أبرمه All other parties or all others كل الآخرين طبقا لهذا النص طبعا الآخرون كلهم are generally assumed هم من المفترض to have full capacity من المفترض أن يكون لديهم أهلية كاملة to bind themselves binding بأن يلزموا أنفسهم themselves by entering into contracts بأن يدخلوا أو يبرموا عقودا وهنا عزيزي الطالب مسرد بأهم المصطلحات القانونية التي بإمكانك أن ترجع إليها في حال لم تفهم شيء من النص الإنجليزي وهذه القائمة الأخرى وبعد ذلك يأتي النص من اللغة العربية لكي تفهم السياق ما أبهم عليك من فهمه في النص الإنجليزي نأتي هنا إلى سؤال هذا الجزء من هذا اللقاء put true or false true means صح T for true صح F for false خطأ contractual obligations means حقوق وواجبات contractual obligations means حقوق وواجبات صح أو خطأ true or false بالتأكيد الإجابة خطأ contractual obligations هي الالتزامات العقدية وليس حقوق وواجبات وبالتالي في الإجابة هنا خطأ receive relief means يتلقى إعانة يتلقى إعانة true or false نعم هي الإجابة خاطئة false خاطئة receive relief means يتلقى تعويضا The third one, minor means, or minors, جمع, البالغين. True or false? نعم, الإجابة خاطئة. False. Minors, عكسها, تعني القصر أو القاصرين.
من سنهم ليس لم يتجاوز أم لم يصل إلى السن القانوني. هنا نأتي إلى الجزء الثاني من هذا اللقاء، وهو يتحدث عن عناصر العقد. ما هي عناصر العقد؟ بها نستطيع أن نقول أن هناك عقد، من دونها أو من دون أحدها لا يمكن أن تطلق على هذا، على هذه الوثيقة مسمى عقد. Elements of contracts. Number one, consent of the contract parties. Consent معنى رضا. Consent of the contract parties يعني رضا أطراف العقد. Contract parties أطراف العقد. Offer and acceptance. Offer and acceptance. Offer يعني العرض. Acceptance يعني القبول. فهنا يجب أن يكون رضا للطرفين، أحدهما يعرض خدمة معينة بينما الآخر يقبلها. الأول يعرض خدمة معينة يقوم بها الطرف الآخر، والآخر يقبل أن يقوم بهذه بعمل هذه الخدمة مقابل أجر ما أو عائد ما. وهذا كله منصوص، سيكون منصوص عليه في تلك الوثيقة التي نسميها بالعقد. It is the most important element. هذا العنصر يعتبر أهم جزء للدخول أو إبرام أي عقد أو اتفاق. اتفاق الطرفين، اتفاق الطرفين أو رضا الطرفين. The most important element، أهم عنصر. ما هو تعريف كلمة consent؟ Consent means the intention of the party. Intention. Intention يعني إرادة. Of the party، إرادة طرف ما، the party طرف معين، to enter into the contract، بأن يبرم عقدا أو يدخل في عقد، for specific legal matter، وذلك لأمر ما، خدمة معينة يحتاجها أحد الأطراف يقوم بها طرف آخر ويكون له أجر مقابل قيامه بذلك العمل. Two, the object of the contract. Object بمعنى هنا المحل، محل العقد. According to the Yemeni law، طبقا للقانون اليمني، the contract is void. Void means باطل. Void means illegal، غير شرعي، باطل. متى يكون باطل؟ If it does meet the following conditions. Does هنا للتأكيد، وبالتالي سيكون العقد باطل إذا if it does meet، if it meets the following conditions، يعني إذا كان أو توفر بها أحد الشروط التالية. The object should be possible. Possible. Possible means ممكن عمله، يكون ممكن ليس ضربا من المستحيل. For the present or the future. وبالتالي object محل العقد يكون ممكن. For the present لي المضارع الوقت الحالي، and for the future وللمستقبل. The object must be certain as to its nature. The object must be certain as to its nature. يجب أن يكون هذا المحل، محل العقد، محددا بطبعه. Or containable، أو قابلا للتجديد. Containable means here، تعني هنا قابلا للتجديد. The object must be legal، أيضا هنا
محل العقد يجب أن يكون شرعي or subject to transaction أو أن يكون قابلا للتعامل معه. وبالتالي يجب أن يكون شرعي وقانوني وقابل للتعامل مع أو قابل للتعامل مع. هنا نأتي إلى العنصر الثالث من عناصر العقد التي كما قلنا لا يمكن أن يكون العقد إلا بتوفرها جميعا، وإذا نقص أحد هذه العناصر لا يعتبر العقد قانوني. Number three, consideration. الاعتبار. ما هو الاعتبار؟ It means that the reason. طبعا الاعتبار هنا قد يفهم فلسفيا قانونا بمعنى السبب. The reason. It means the reason for which the parties have bound themselves to a given contract. بالتأكيد لأي اتفاق يوجد سبب، يوجد مصلحة ما يقوم بها شخص ما لكي يحصل على منفعة معينة، وبالتالي it's the reason. It means the reason. سبب for which the parties الأطراف المتعاقدة have bound themselves ألزموا أنفسهم to a given contract بعقد معين أو للدخول لإبرام عقد معين. In other words بمعنى آخر it is what one party of the contract will get from the other party in return for performing contract obligations. مرة أخرى in other words بمعنى آخر it is what one party of the contract أحد أطراف العقد will get سيحصل على عائد ما from the other party من الطرف الآخر in return وذلك مقابل for performing أن يقوم contract obligations بعمل التزاماته العقدية. هناك التزامات العقدية يقوم بعملها بعمل ما وبالمقابل يحصل على أجر ما. وهذه هي معنى كلمة consideration. The next one يكون العقد شرعي إذا كانت الشروط التالية متحققة. It should have a consideration. يجب أن يكون هناك سبب لإبرام ذلك العقد. The consideration must be lawful or legal. يجب أن يكون سبب إبرام هذا العقد شرعي وقانوني. يعني إذا تعاقد الطرفان على عمل يخالف القانون فقد شرعيته. هنا نأتي إلى المصطلحات التي تشرح تعطي معاني المصطلحات المذكورة في النص الإنجليزي، وبإمكانك الرجوع إليها كما أن هنا نجد النص العربي يساعدك في فهم السياق، وما أبهم عليك مرة أخرى في النص الإنجليزي يساعدك في فهمها. هنا نأتي إلى الكتاب، وهو كتاب نصوص ومصطلحات قانونية باللغة الإنجليزية للدكتور محمد مغرم والدكتور ياسين الشيباني، الفصلين 10 و11. بإمكانكم أن تستزيدوا منهما، ولكن إذا التزم الطالب بما ذكر في هذه الشرائح فهي تكفيه لإجابة الامتحان. لكن إذا كان هناك طالب يريد أن يطور لغته القانونية فبإمكانه الرجوع لهذا الكتاب وكتب أخرى أيضا. Answer the following questions or question. Choose the correct. اختيار من متعدد. Multiple choice. Elements of contract. تعريف العقد A. B. عناصر العقد
سي شروط العقد دي قانون العقد بالتأكيد هو نعم بي elements of contract عناصر العقد conditions عناصر قوانين محاذير شروط نعم دي شروط offer and acceptance أمر ونهي عرض وقبول حقوق وواجبات شروط وأحكام نعم هي B عرض وقبول offer عرض and acceptance قبول وهنا نأتي في هذه الشريحة إلى سؤال يساعدك كثيرا في تنشيط ذاكرتك بأن تستذكر ثلاثة مصطلحات على الأقل ومكافئتها في اللغة العربية ثلاث مصطلحات على الأقل باللغة الإنجليزية وتستذكر مكافئتها باللغة الإنجليزية وإذا كنتم في مجموعة بإمكان أن يسأل أحدكم الآخر لكي يساعدكم في استذكار هذه المصطلحات هنا نأتي إلى الخلاصة لهذا اللقاء وهو عبارة عن ما أخذه الطالب في هذا اللقاء In this session you have learned لقد تعلمت في هذا اللقاء The definition of contract تعريف العقد Who can enter the contract من بإمكانه أن يدخل في هذا العقد أو يبرم هذا العقد The elements of contract وعناصر العقد في آخر شريحة من هذا اللقاء نطلب منك عزيزي الطالب أن تحاول أن تقرأ النص مرة أخرى وفي حال لو كان هناك كلمة لم ترد في مسرد المصطلحات بإمكانك الرجوع إلى أي قاموس قانوني والعمل على إيجاد معنى هذا المصطلح وشكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته